يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي أبنائي الأعزاء مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا اللقاء معكم في درسنا هذا اليوم والذي سنتناول فيه عن كيفية تغيير المضارع إلى المجهول ومعيز وفنينة تقواني رزا كطاهرة إسلامي سنتا أونلاين سكول تجهجنا ما سنقسم نائب الفاعل نائب الفاعل تواجهو جدن تشمالا أنا أتأكد جيدا أنك فهمت معنى نائب الفاعل معنى نائب الفاعل وتقدمون جي نائب الفاعل تشي وكيف وما هو حكمه نحكمه فهو قلنا إنه اسم مرفوع شكرا تحدثنا في الحصة الماضية ملسونية في أي ستوى العربية كيف يبنى الماضي للمجهول بتفعل يا ماضي وتجمع مبني للمعلوم الى المجهول وراينا اننا نكسر الحرف قبل الاخير تتك كسره قدير سمبايو ونضم كل متحرك قبله نتك الضم قولي نائر ماسو وبايبي قلمبد حرف نريك كسره انتهينا من هذا نتكلا غايبي قلبي بينجاولو بقاتل بفاز كيف تتغير إلى المبني المجهول انتهينا فالآن نريد أن نواصل إلى كيفية تغيير المضارع إلى المجهول بوتيابو تشوس فعل يا مضارع وكجزم مبني للمجهول فقامت أن الفعل الذي يبنى للمجهول لابد أن يكون إما ماضيا أو مضارعا يتكول بير مبني المجهول يتزيب مبني المجهول تشينوك وانغاك إذا مضارع وباشا ماضي كاتشا ماضي تواشي ربي كاتولابي كيف يبنى المضارع الى المجهول طيب ماذا نفعل يضم اوله وتباتو تيكا فعل المضارع ومبني المجهول تشتوكولا تشتونا نيو يضم اوله وتشينا ومشتابو تشو تشتيجيزي برونجي تتيكا ضم كنبتا اسوكا ويفتح ما قبل اخره نتتيكا فتحة كويو اديدي سيمبايو هذه الوسيلة سهلة كان قد يكون غنيو ماذا فعلنا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر مثل يقطع أتمع يقطع مثل تقول يقطع محمد الشجرة محمد أتمع متي فتقول تقطع الشجرة فتقول تقطع عليه الشجرة نعم رأيت تقام تقطع رأيت قامت تقطع الشجرة لماذا؟ لأن هذا الفعل لأن هذا الاسم مؤنثا دينيرين يتشال ولذلك أنثى فعله نيجي كورا تشفو لدوا مؤنث سونغا سينغا بدات ممتيت والقامت يقطع الغسم إبيا بيجو كلا بلونجي نعم يدحرج أيرينجسا أها يدحرج ماذا فعلنا؟ ضم الأول سكر تشيك الضم غير أول بوانو وفتح ما قبل آخر دي سيمبايو نتشيك أكو فتحة نو غامبا تدحرج الكرة ومبيرا ويرينج سوا طيب يوسوس أقول أنكني أقول أنكني يوسوس ولا بي يوسوس الإنسان ومونتو أقول أنكني زوا awabisiwa shaitani na yudukhilu ayingiza mathala ayingiza antebe oba ayingiza bikopo nogamba yudukhalu chiingizibwa filbaiti mathalan tujja kusoma nti naibul fa'il qad ya'ti isman dhahiran asubulu kujange dinyiri yolefu wano oba jaru wa majrur oba masdar oba dharuf sanatahadathu an hadha فيما يأتي في الحصص القادمة إن شاء الله. طيب لا بيجي أمر منه يعظ يعد يجد كل هذه الأفعال مضارعا كل هذه الأفعال مضارعا ولكنها أفعال زنو ذا مضارع نبين نقطة جباسا مدم ماضي وازو كتماضي ويعظ
يعظ هو المضارع ذل ماضيه وعظ وكبوريرا بالفعل يونا اتاندسا ني واو وبا ياو وبانغو جيزا مفعل المضارع اي واو وبا ياو تجيجاو نتجي ريبليسينغ ان حرف يا مضارع ذن تفيكا كاسيدا كوديديد سيمبايو نتجيزا مضارع وعظ ولا بيتوكوزه واو تواجيسه نتجي فلامو حرف يا مضارع ya'idhu abulida netugamba ya'idhu wa utachaina werabikira togamba nti ya'idhu la chile chisoboka oba ya'idu wa'ada huwa almadhi mudari'uhu ya'idu hudhifat hadhihi alwaw wastubdilat bilya'i wa hiya ya'ul almudari' yajidu fa huwa almudari' wa madhihi wajada wachitaba chitu hakoze fa hinama turid an tubna مثل هذا الفعل المضارع للمجهول لابد وتكدوا وككمياو حرف يري يا واو وبيا يا يبيرا يا سانغدوا اذا فنقول وعظ يماضي يعظ وتبرانغ تغينا كوتيكا مبني للمجهول نتغامبا يعظ نضم الحرف الاول ونفتح ما قبل آخره دوزو تشلابا يوعظ ذلك يوعظ به من كان آية ورياو من القرآن إن شاء الله جاكوبا أجتنو للا يعيد وعد يوعد ولا بواو يفويكم يو وجد يوجد وهكذا إذن وبانغا ويقروا كزيمبا فعلوا يا مضاري ونجيبوا under that category لابد لك أن تأتي بهذه الواو المحذوفة أو الياء المحذوفة ثم تبني هذا الفعل للمجهول إذا كان مضارع نعم وإن كان ما قبل آخره حرف مد قد تجد الفعل وجاك سانغ فيلونغا يا مضارع لكن ما قبل آخره نينغا إددد إسمبايو يا حرف مد حرف مد تتجيزا حروف المد ونمروارب تينا ألف تينا ياء نواو هذه هي حروف المد إذا وجدت الفعل المضارع سنقوى سنغفلو ينغا يا مضارع نينغا ما قبل آخره إدي لدي سيمبا ينغا إذا ألف ياء وواو ماذا تفعل إنا إذن يقلب ألفا أي حرف مد وغينا كجف لامو ألف ويفتح ما قبله وتيكي فتحا kweyo ejiri emabega oteke fatha kweyo ejiri emabega laba ku mithalu ono yaudu olaba harful maddi jaat qabla al akhar ezenga edi december yo kati jukira principle ya feri yulamu al harful awwal teka dhamma kunyukuta esoka hadha alladhi fa'alnahu eh walakin ma qabla al wa ma qabla الآخر واو نيوان وإزنغ واو يديري سيمبايو كاتبا تغامي تجفولامو ألف إلاجة تقوزي ذيني تماني نتوكا فتحة بما قبل هذه الألف المبدلة إنو ألف جتمازو كتوسا نتجزمو واو إما بقوايو تتكاكو فتحة ينام نتوغامبا ينام أصلا إنو ألف ياو نوزا تجدابا إلاجة تنينيشا كولا وكجاكير وكجيكم ياو نتوكاو يتوغامبا يخافو يخافو ya'udu akomau bimana yarujau akomau yanamu yebaka yakhafu atya yakulu agamba yuqalu chigambiwa it is said aha ma qabla al-akhar harfu maddi loza tujiraba fa idhan qad qulibat alifan wa futiha ma qabla hadhihi al-alif al المنقلبة عن الواو يبيع يباع وجربي يبيع يباع حرف مد وجربي ياء يباع تجفدم ألف يستقيم تورا بدا برينسبو ادي برينسبو يا في نتنو فيل مضارع تشي تماني دكو كمانغا مبني على الله في اخر يدك الله نكون كمدر يستقيم برينسبو تغامتيا يضم اوله تك الله ما كويسوكا وبني كتزري ممكا مفيرو يو وبا 10 وبا ممكا وبا ممكا وتك الله ما كويسوكا ذن ما قبل الاخر حرف مد استبدلها بالالف ثم تفتح ما قبلها وتقول يستقام يعين يعان هكذا لوزو تشلابا تشانكونيو وكدير فعل المضارع وكجيزا مبني للمجهول طيب وميزو وفي ما شاء الله كتوتيك ديبلونجينيو
كيف يبنى الفعل المضارع للمجهول. الآن نريد أن ننتقل إلى هذا التمرين. فأقدر تقول لي موانوكا إكسسايز كانوكا تونونيو أغامبي ابن الأفعال الآتي للمجهول زيمبا ibiko rwa bino twagalo bizimbe obiteke ku mabuniyo le majihol twalabye ekikola cha fetso so kirabye yahdi madha yahdi arungamya Allah tugamanti yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim arungamya ina ina gwa bayagadde ku betufu mana wa hadha alfi'l alhadha alfi'l mudari'an aw madhi chikola kino cha mudari cha madhi fa huwa taban mudari' fa idhan sanaqul aha يضم الحرف الأول ويفتح ما قبل آخره فالحرف الذي جاء بعد الآخر هي الدال وإذا فتحت لكي تناسب هذه القاعدة قاعدة يفه غو جلابي أبرون جنيو نعم أها يوكو دي نغاميت يا نام أها هل هذا الفعل مضارع أو ماضي أميز وفه الفعل يا مضارع وبيا ماضي طبعا فعل ماضي كبانك تريكو حرف يا مضارع يونا اذا جوكدا برونجي تشتوا سوما مفيلو يا فيا ماضي توغاما تسينغا تجسانغا عين الكلمه يا الف توغينا كولا توتيا انو عين الكلمه توغينا جفولا مو ياو تتيكي كاسدا كويلي مابيغا توغامبي نيما ها قبل الصبح jiweba kibwa uruvanyuma rwa subuhi tujja kulaba anwaozana ibn faliz njawulo istayqadha hadha alfi'l mudari' mabdu'an bi hamzati alwasl madha qulna wan principle twagambye nyangu nyo annana nukasiru alharf qabla alakhar wa nuharrik kulla fi'lin kulla harfin qabla wa naqul us tui ustuiqidha wajidabi ustuiqidha imtadda filu ndozo jidabi umtudda chino chitegira bulungi nyo nti fi'lu mabdu bi hamzatul wasl katibali abagambye nti nulamu al harful awwal wathalith nabo babira bakola bulungi nyo kakati ogena kumboza nti ate wano ngata tutaddeyo kasira singa tusanga ennyu kutanga nsibe togenda kubanti nno sobolo jisumulula ojitekeko kasira nedda wanwali wa mateka mawanvu nyo situja kubanti mtu yingirawo naye jireke nga bweri kasitoji sanga ngeriko shadda aha yasta'inu netugamatia yusta'anu kwanga firu ya mudhari na dhamu al harfu al awwal then eno ya'u rokumati harufu maddi eze ngedide sembayo tujifudemu alifu wa barakallahu fikum na ihdhifil fa'ila min aljumali alatiya twagalo sangule fa'il okuva mu jumali zino wa manga yaqussu salihul qiswata salih anyumia is narrating a story salih atunyumiza story ka twagalo tusangulirewo fa'il ngo tulaga nti alfa'il majhul na'anhu tamani dua idhan wabanga wabanga ugenda kusangula fa'il soka wetegereze maana wa hadha fa'il hal huwa mudhari au madhi ya mudhari oba ya madhi kubanga baada hadhfi alfa'il oluvanyuma lwa kusangula fa'il subira naibul fa'il wa naibul fa'il ياتي بعد الفعل المبني للمجهول وبوغنا كوتيكا هنا ابو الفاعل تشتغيزن في المبني للمبني المعلوم يا بعد المبني المعلوم اجينا كفولي بمبني للمجهول لماذا لان نائب الفاعل ياتي بعد الفعل المبني للمجهول اذا يقص هذا الفعل مضارع كيف يتغير الى المبني المجهول نضم الحرف الاول ونفتح ما قبل akhirihi netuteka fatha kwedidida esembayo katushitwale ntedidida esembayo ya kafu ya fe enotwagambe tujikwatako netugamba yukassu alqiswa twagambe nti naibul fa'il wabaliza mu kifo cha fa'il ono mafulu mbili kastadda mu kifo cha fa'il agena kufuka marufu'an na yeye wetegereze al hadha al ism مذكر او مؤنث هل هذا الاسم مذكر او مؤنث هذا الاسم
مؤنث طبعا كبانغا تجتاب إليكو علامة التأنيث هذه التاء في آخر المربوطة إذن كتونو تباسو لقواتا قنانونو كبانغا هذا مذكر وهذا مؤنث إذن تجينا كولا تتيا تجينا كجفولا مؤنث تقامنتي تقص القصة تقامنتي تقص القصة كواتوا قامبي تبانغا تواغا لقفولا فعل أيام الضارع وكجيزا مؤنث tusangulawo harufu ya mudhari ne tujiteekawo ne tawo eriko haraka tawo eriko haraka kusobola okubeera ku fatiha oba lamma kati wano lamma yegenzeko kubanga hadha alfi'l mabni lil majhul shukran jiddan maddallahu al-ardha allah ya gaziya si aha wal ardha madadnaha nensi twajigaziya tayib tugena kugamatia idha hadhafna hadha alfa'il singa tusangulawo hadhi lafdhul jalala nga fa'il tumusangulawo tugena kugamatia in fi'lu fahuwa fi'lu ma malin kati fi'lu eno nayo jetegereze fahuwa tujihita mula'af athulathi yanyukuta satu na ye waliwo ennyukuta bbiri eziddiddwamu eno ddaali nera ddaali kati kitegeeza zino ennyukuta ziri ssatu togamba nti ziri bbiri kubanga eno shadde etegeeza nti waliwo ennyukuta mmeka waliwo ennyukuta bbiri naam idhan tugenda kugamba tutya ebiwabanga fiilu ya maadhi nulammu alharufu alawwal aha kakati wano waliwo akakodyo beerango okeetegereza fiilu eno nga weerina shadda yaayo tetugikwatako togeza kujikwatako jireke nga weri kolo mulimu gutya gumu oteke lamma kunyukuta esoka then eri jeso nyoberenga tojichusa na tugamenti mudda al arlu mudda al arlu wetegereza akantu kano arlu hal hadha al ism muannath au mudhakkar arlu lina linya lya kichara oba lya kisajja طبعا لدينا لنا بورب تواسو ماني تلابا انتبالي توالانتي ديها چيچهارا إذن إنو تغينا نيو جيفو لامو أننا تغامبه مدت الأرلو يو ينزوتي وكو وكانانتي لدينا أرلو سيديا چيچهارا غا الله يغامانتي يا أرو إبلاعي ما أكي ويا سماء أقلعي يا أرو إبلاعي ولابا الله يليا يغيرا كونسي yajogera konga yogera no mchala ma a ki wachiraba eno kaf etegeza nti mchala gwali agamba kitabu ki gwengoli mchala kitabu ka gwengoli mulenzi idhan muddat al awlu tawara binati eno skun neno skun la yajuz tazikizwa kumati no zisinkana yesonga lwachi skun entu jijjako yuteka ko kasira olokuba سكوني بيلز بعد السكان تقامت مدة الأرض نعم تطهرت هندو البدن هندو يتوكزا ومبيريو ويتقرز الفاعل هو هندو الفاعل هو من هندو يكوزا شكولاتي تطهرت يتوكزا هذه التاء تدل على أن هذا الفعل مؤنثا لأن فاعله مؤنث كذلك إنو تاو يتولاق أنتي تيني تشكوة تشارا كبانغو مكوزي واجو مشارا نسي نغا تجاني تمساهمراو نتوتيكاو نائبونغا تي يسي مشارا نتو تشينو كبانغا تشجوكا إنو فعل ماضي مبدوء بتاء زائدة تواغامي أنتي نضم الحرف الأول والثاني ونكسر ما قبل آخره ونقول تطهر البدنو تويرا بداتي نائب الفاعل دائما يكون مرفوعا وانا بد منصوب لانه مفعول به لما حل محل الفاعل اصبح مرفوعا كما راينا اجتنب المؤمن الفواحش مثال سؤال يفدكو يوازي اجتنب كوال يوازي ومكرز ابيونونو كاكاتي fa'ilu wa fi mu'min tubelezinga tumusangula ofero jetegereze bulungi echo ino kubanti no che gendereza fi'ilu ono oyino kubanga omwegendereza nga tunaba muza mabun majhul wa mahli wa mudhari aligwa agwa mu category chi naam ijtanaba twagamba nti fi'lu mabdu bi hamzatul wasl nulamu alharful awwal wa thalith okiraba yokusatu esoka ne yokusatu kiteekako lamma then ونكسر ما قبل آخره ونقول اجتنب الماذا الفواحش نرى ونويت جريزي هذا الاسم جمع
لغير العاقل انو جمع وين تبتاينا مجزي كل جمع غير الناس يعتبر مؤنثا بل جمع ينا غوابينتو غسيبانتو تموتوا على انت مجالا تموتوا على انت مجالا نوغم هذه كراسي زينو نتبي ولبا tukozeseza isimu ishara esonga kuchichara olwokuba nti jamu li ghairu nas tumututte nti muchara omu idhan kati nono muchara in this case idhan eneno firwe inakuba nchara netugamba nti ujituni bat okalabye ujituni bat alfa wahishu naam shukran shakara sulaimanu abahu yebaziza sulaimani kitawe kubanga yamugulidde emmotoka tayib الفاعل اين هو فهو سليمان والفعل وتوجد كتك هنا ابو الفاعل اين هو قدام مبني المجهول وهذا الفعل ماضي ماذا نفعل نضم الحرف الاول ونكسر ما قبل اخره ونقول شكر ونقول شكر اذا اها ابا هنا فهو الذي يجب ان يحل محل الفاعل يجن قدام مفعولاني كفاعل وهذا اسم من الاسماء الخمسه فهو منصوب بالالف ونلوكو انت منيا مغالي امانيا تانو تجغلبا ابو فو ذو تجغلبا فالاسماء الخمسه تنصب بالالف وترفع بالواو وتجر بالياء كاتلوكو انت اسم من الاسماء الخمسه ونبدا مرفوع بالالف منصوب بالالف وندى موتيفو تشفاعل وينوكو بلا مرفوع فما علامه رفع الاسم من الاسماء الخمسه طبعا الواو فسنقول ابو then هذه الهاء انه هاء ضمير متصل في محل جر المضاف اليه انه مضاف اليه لكنه ازم غيريا ضمير الي متصل وهو مبني على الضمه وابو مضاف وهو ضمير متصل مبني على الضمه في محل جر المضاف اليه وميزه في ما شاء الله شكرا جدا وتجد برونجي كيف نبني الفعل للمجهول اذا كان ماضيا واذا كان مضارعا اذا رجعنا تنبتكم ان شاء الله تجينا كلابا ما هي الاشياء التي تنوب عن الفاعل بنت تشبيجا نبيبيراو غنا ابو الفاعل مفعول به كيا بيرنا ابو الفاعل وهو واجب النبي تربيرا نائب الفاعل ان شاء الله في درسنا المقابل كن معنا بعون الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي